كيف كل جلدين؟ ان شاء الله تكونوا بألف صحة وعافية. وانت عم تشوف هذا الفيديو، اليوم الفيديو عنا فيديو مختلف، أول مرة بسوي هيك شيء. لدقوا على وجهي هلا صحيت من النوم. اليوم راح نحط لنساوي بانيو ونحط عليه ثلج وأدخله أشوف شو بطول بالثلج. كيفك يا جو؟ يا جماعة بعرفكم على رفيقي جو، هذا بحطه هون أول ما أنام مشان الصبح بعير الساعة وما بحسن فيه، عرفت شلون؟ فأول ما بترن الساعة بدي التفت أشوف الموبايل فبشوف جو فبرتعب بقوم. يعني هذا جو صاحبي المميز. المهم يا جماعة هلا خليكم معنا، بدنا نروح نجيب ثلج، بس ما راح نجيب ثلج مكعبات وهدول صغار، لا هدول شغلة فاضية، بسرعة بدوبوا وصغار. راح نجيب أكياس نايلو شفاف راح فرجيكم اياه هون، ونعبيهم المي ونحطهم بالثلاجة ونخليهم يتجمدوا وبعدين نحطهم علينا بالبانيو ونشوف شو راح نطول. فهي أول مرة بسوي هيك نوع من الفيديو، إذا حبيتوا الفيديو بتمنى تدعمونا باللايك وتصلوا على سيدنا محمد وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لأنه في الجاي شيء حريقة خرافي. يا لطيف شو طلع عنه وأنا صاحي منه. أوكي هلا أول خطوة بنسويها لحتى يكمل التحدي، راح ننزل ونجيب أكياس ونعبيهم المي ونحطهم بالثلاجة ونروح نشوف البانيو أو نشتري شو اسمها هي؟ بركة سباحة اصطناعية هي بتيجي النفخ، مهم طولها مترين يعني نفس البانيو. لهيك خلينا هلا ننزل سوا على الشارع ونشتري اكياس ونشوف شو بصير معنا. الجو مش مثل اول مرة. يو يوم شكله الفيديو راح يكون خزعبلي، ما بعرف خلص طيب خلينا نوصل على المحل. مثل ما انكم شايفين يا جماعة اشترينا الاكياس وهلا رايحين نحطهم بالمي، نعبيهم المي ونحطهم بالثلاجة وبعدين ننزل نشتري البركة او ندور على بانيو او اي شيء. تمام خليكم معنا. طيب يا جماعة هيك راح يكون قبل ما يتجمد. تمام بس يتجمد بتلاقيه حجر حجر وربي حجر وكبيرة يعني مو صغير لحتى نعبي ام البركة. هذا متجمد خلقه يا شيخ. يو يا جلدي بعد ما حطينا الكيس بالثلاجة عم نقط مي والله رح ناكل بنجم بعدين، بس مهم رح يلا نجيب لا بركة لا ايباني فخليكم معنا ونشوف. هلا وجهي ما فاق منه يا جماعة، فتلت الدنيا على بركة بانيو اي شيء ما لقيت، فاستعنت بابن خالتي رح يطلع معنا بالفيديو. هلا بالشباب استعنت بابن خالتي طالعنا من ميتون ندور على امة لا اله الا الله كلها. تمام خليكم معنا. يا جلدي انا رجعت على البيت واشتريت هاي صحيح ساعدها بمنفخ في امها ولالا ما انتفخ شيء. تمام ف بدي ادبر منفخ وانزل وانفخ برا بالشارع، خليكم معي عذاب. صراحة ما عندي اي فكره وين بدي انفخ، بس لبسنا ونازلين راح اليوم وراحت العطله على قصه هي القصه، بس مهم الفيديو يطلع حلو ويعجبكم. ليش عم تطلع؟ اصلا هي موضه موضه. بعد ما صلي اكثر من ساعه بدور على حدا ينفخه واخيرا اسمعوا الصوت بنفخه واخيرا. اعطاني ابوها هديه ما بعرف ليش. طيب يا جلدين بعد تعب دام طويلا جدا بكثيره هذا هو الحوض. لا تحسبوا صغير بس انتم بتشوفوا صغير، بس انا بدخل فيه واجري هون ورا يا اجري هون بتطلع برا، بس انا بكفه لحظه يا اخي انا حتى لو بالشنطه بطلع شلون مربع خلاص تمام. ما بحصل اصور لوحدي فلازم اضطر ادق لرفيقي لحتى يجي يصورني وكت علي المي وكت علي الثلج والف شغله. تمام طيب يا جلدي والله خلينا نجهز حالي انا، واول مره بطلع جسمي على اليوتيوب، فكمان رد على هدول بيكتبوا لي بالبس انه انت سمين وما عندك عضل وعلى الفاضي، فاليوم راح اكسركم عينكم. اوكي مهم راح اسوي لكم كمان تيست لانه هي شويون صغيره. تمام راح افرجيكم شو ابرك فيها ويدخل كل جسمي فيها، لانه نص اجري بتطلع برا فانا اخترعت شغله انه نص اجري تدخل لجوا. اوكي يلا جهز نجهز كل شيء كل شيء، بس انا متوتر كثير يعني بالاخير شلون بدي هذا طبعا ايش دعوكم. المهم الناس الناس اللي عم بيحكوا لي انه انا سمين ها لوك لوك خلاص 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 بطلت عيد. المهم يا جلدي هلا افرجيكم التست شلون انا بدي ابرو. نعم بوز زي الغلا ليش بوز يا جماعه شوفوا اجري بوز خلاص هاي اجري بتطلع لبرا شايفين. فانا الحركه التست اللي بدي اعطيكم اياها شو ما قوي وين بهاتيز ها شو بهالطريقه شو كل جسمي كون جوا هيك صدري جسمي هيك احلى من هيك هيك
والله اوكي باي، بشوفكم بكره. تم علينا نستنى رفيقي ويجي يحط المي والبوز. اوه نو. طيب يا جلدي الله نور فيه، اجى رفيقي نحط هون اول سطل من هاد. مي بوز؟ مي بوز ما؟ شوي شوي. معلش يا هونيك اللي واقف ده. اوه ماي جاد جلادين، مثل ما انتم شايفين. طيب يا جلادين هاي البوز، سمعانين الصوت؟ حجر تحجير. هدول جد انا اتقصدت اجيب اكياس اعبيهم مي واحطهم بوز عشان يصير الشغله بيضاوية. في كثير. خلينا نصور لحظة شوي. ماي جاد، شي 10 اكياس وكل كيس شط بتطلع تقول له بتطلع نص كيلو؟ بتطلع كيلو. بتطلع كيلو. فيلا يا جلادين خلينا نبلش. المي بوز، والله في مي بوز. التحدي صعب كثير. او ماي جاد، قرب قرب. هلا انزل تمام وهو راح يبلش الوقت. من هيك شو راح تحط لي الثلج؟ بس هلمك بعطيك الكاميرا وبين ما حطيتك الثلج. يلا. والله احس انكنسل عم الفيديو. مشان انت جلاد يلا. ايه جلاد نجي ماي بوز. طيب يلا كرمال الجلادين يلا. جلادين عم ينتظروك بهذا الفيديو. لا تحكي على الجلادين. كرمال الانزين. بس دقيقة افتح ليها. كرمالكم والله كرمالكم يا جلادين. والله كرمالكم يا جلادين. يلا حط الهي قدام المنبه. انزين. بلش بلش. بدأ العد. اوه ماي جاد. يلا حط البوز. لا لا خلاص حط الكاميرا هون. دقيقة. جلدي مرحبا. لا تطلع علي. لا خل جنبي. اوه ماي جاد. يس روز لا تحط عليه. اوه عم بنشرب بوز بسرعة ليش؟ اجباري. كم واحد حطيت حاج؟ لا لا عم لقط عليه. عم لقط عليه البوز. خلاص جيب جيب الكاميرا. معلش كلك. كم واحد جيب الكاميرا. استنى امسح لك ايدي هم عم جلدي بس سوي شو خلاص كب كب والله كب كب كل شيء جيب جيب الكاميرا. عم بتعذب انا هون انا هون عم بتعذب. صورني شو صار الوقت؟ طلع الوقت طلع الوقت. صار الوقت دقيقة ونص. وين راح اضحي؟ وين راح اضحي؟ لا لا بس خلص صور لي كل صور لي. لا رجعت اشوف. صار دقيقتين. صور لي كل صور. انا كل لون هذا. طيب شو الصور؟ صار دقيقتين وثمانون. دقيقتين 28. ايوه سبب الكاميرا لحظه ما راح يفهم. اعطيني مش اعطيني مش رد شوي. شوف يا جلادين دقيقتين وقفت 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 دقيقتين و51. والله عم قياسي خرافي. بس لو تعرف وين عم صور تعطوني بدون بلا بهدله بلا بهدله. طيب يا جلدين خلينا نشف على السوا.
اسال. اوكي انا انتهيت، انت احكي لك كلمة يا بيض. ايش بي موجي بس متفاجئ، انا برت عنك تروح والله بوتش عمر ضحس. انا هون هون زلعت لعب بس ابلع علي. بتروح بتسوي شيء سخن على ام الله اضربك وكم احلى كاسه كابتشينو. شط 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 والوقت على التمام، الوقت على التمام. افتحوا دقيقتين و51 هيك شيء يا جماعه عشان تشوفوا الوقت، دقيقتين و50 يعني وقت خرافي بالنسبه انه عم بنزل تحت على الماي البارده. وصلوا الفيديو 30000 لايك هيك، انا بدي 30000 لايك وموعدكم انه احطم هذا الرقم مره ثانيه. ما عم بس احكي على السوا، ليش صار صوتي ما بعرف من البرد، بس جد انا هلا متجمد جد. الناس اللي بيجوني على البث بيقولوا لي انه انت سمين وما عندك جسم رياضي، روح سوي لي شاي. عرس سوي لك شاي، روح سوي لي شاي. وهذا هو، لا تمسخ بربك، برجع بتلش بقطع. يا جماعة نحن كنا ما عم نصور فشكلت ووقع شعري على المي. إذا بتلاحظوا كنت ما لا تضحك، كنت ما حاطط شعري على المي. إذا بترجعوا تشوفوا الفيديو فعلى ما عمرك سكرنا الكاميرا الأرض فيها مي فشكلت ووقع. نزل شكر واسي. قلت له عنده بي حرام برد برد بوه. او ما شايفك ابدا مرعبا. لا ماشي ماشي. شلونها؟ كيف امورها؟ بردان؟ بردان؟ جمي تفضل. جلادين كان فيديو كتير متعب من الساعة 10 الصبح والله العظيم عم بشتغل فيه، حلفت طلعت على حتى اشتري هاي. ايوه هيك بدي اياها مصور صح؟ فبدي كلكم تدعمونا الفيديو توصلوا 30000 لايك لحتى اسويكم جزء ثاني واكسر الرام اللي كان دقيقتين و50 ثانية. جزء ثاني منها؟ ايه بس هذاك الوقت رح نحط ثلج اكثر بكثير. والله عيفوني مع صديقتي قولوا شو رز ام البرد يمه.